السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، بنحييكم مرة تانية ومعلومة مهمة مفيدة. اللي عايز اقوله ان مش كل واحد عنده ذبحة صدرية مستقرة لازم يتعالج بجراحة في القلب. مهمة قوي المعلومة دي. استاذ اسامة مدرس ثانوي ساكن في الدقي، بقى الناس النظيفه بقى المحترمه. ازيك يا استاذ اسامه؟ عامل ايه؟ هو حضرتك مدرس ماده ايه صحيح؟ جيولوجيا. جيولوجيا، يا سلام يا سلام، اللي هو ادبي. لا، علمي. علمي علوم كمان؟ يا لا، والعيال اللي هي بتذاكر الدحيحه. انا كنت علمي علوم برضه، والله كنت بذاكر كويس جدا وبنجح الحمد لله في كل المواد، ما سقطتش ولا مره في اي ماده، وكنت مش عارف الاول في الجيزه والتاني في الاعداديه و27 على جمهوريه مصر في الثانويه العامه، وفي الجامعه استلموني بقى بعد ما خلصت كليه بسبب مره مذيعه قالت ومعانا النهارده اصغر جراح قلب في مصر، لقيت كله بيخبط فيا. وطلع ان الخبط الاساسي مش بسبب كلام المذيعه زي ده، يمكن يكون بسبب ان هم فاكرين اني بقول بلاش قسطره ودعامات. القسطره والدعامات تفيد بس في بعض الحالات، زي حاله حضرتك. انت ما عندكش سكر ولا ضغط ولا كوليسترول، بس يمكن، ولا كنت بتدخن، بس يمكن طريقه اكلك كنت بتاكل وتنام شويه، فبدا يجي لك شويه شكوى كده. جت لي بيها مره زمان. ايه كانت شكوتك اول ما تعبت؟ قول كده عشان الناس تستفيد. التهاب في الصدر، بس كده كان صدري بيوجعني كده، وفي الم في الاسنان والم في ايدي. امتى يجي لك الالم ده؟ ده كان بيجيني احيانا يعني. ولو عملت مجهود ولا طلعت سلم يجري يجي لك الالم ده صح؟ بالظبط. اه، يخليك تقف. كنت بتقول لي الم في صدرك يسمع لحد رقبتك والفك السفلي، وصفه كده. تمام، الم في الصدر والفك السفلي، وكان ايدي كمان يسمع في كتفك لو مشيت اي مجهود. اه، ومعانا هجان. تمام. ولما عملنا له ايكو لقينا عضله القلب كويسه، بس في ارتجاع شديد في الصمام المترالي وعامل تمدد في القلب، فاكر؟ وعملنا قسطره فلقينا في شرايينه كلها سليمه ما عدا الشريان الامامي، في ضيق بنسبه يمكن ايه 50-60%، وعرض عليه انك تعمل ايه؟ جراحه قلب مفتوح؟ قلب مفتوح. اه، بجد والله؟ اتعرض عليك كده فعلا ولا انت كنت بتقول لي كده؟ قلب مفتوح؟ الدكاتره. اه تمام، ده ما تقولش اسامي الدكاتره. المهم اتعرض عليك قلب مفتوح. كما قال العلماء في الجايد لاينز، لو العيان عنده ذبحه صدريه مستقره وبيقدر يمشي والوجع مش بيجي له جامد، اعمل له اشعه بالمجهود زي المسح الذري وشوف نسبه القصور قد ايه. وطلعت نسبه القصور عنده بسيطه الى متوسطه، مودريت اسكيميا. وقلنا نجرب مع الدواء، ادينا له الادويه التي اتفق عليها العلماء في حالات الذبحه الصدريه المستقره عشان ما يجيلوش الوجع وهو بيمشي. فخد ادويه بيتا بلوكر او ادويه بتقلل ضربات القلب، ادويه من الاس انهبيتور او الادويه اللي تقلل تصلب الشرايين، اسبرين، ادويه توسع الشرايين، صح كده؟ ادويه كوليسترول. وبعدين بعد فتره كده سالته تاني لما اتقابلنا بقى في الزياره الثانيه، احنا النهارده في الزياره الثالثه، فرق ايه الدنيا في الزياره الثانيه؟ حسيت بايه يعني قصدي؟ خلاص انا مستريح، ما عنديش الم كان موجود. الالم كان موجود او ما كانش موجود، الحمد لله رب العالمين. ممارس حياتي طبيعي جدا 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 الحمد لله. والله بتطلع وتنزل وتجري الحمد لله رب. الحمد لله زي قبل ما كنت تتعب. بالظبط حضرتك، بالظبط. ممتاز ممتاز، الحياه الطبيعيه بتاعتي. اللهم صل على النبي. اللي عجبني في الموضوع ده مش ان اعراضه قلت، ان احنا لما شفنا نسبه القصور لانها قلت، بدل ما كانت مودريت بقت مايلد، وده بناء على كلام كثير من العلماء. لو قلت والذبحه مستقره والعيان بقى اوف انجينا، يعني ما بيجيلوش خلاص الم، خلاص بقى يبقى مش لازم نتكلم على الشريان ده ونفتحه ونعمل فيه دعامه وقلب مفتوح. طب موضوع بقى ارتجاع الصمام، عملنا لك ايكو تاني فاكر؟ تمام. والايكو التاني طلع ان الارتجاع اللي هو شديد في الصمام بقى ارتجاع بسيط الى متوسط، وتضخم العضله قل في خلال فتره مش طويله قوي. ولما الضغط ظبط كمان وضربات القلب هديت. فخلاصه الكلام اللي عايز اقوله ان ليس كل مريض عنده ضيق في الشرايين لابد من علاجه بالجراحه او الدعامات. مش معناه ان الدعامات ملهاش لازمه، لا، الدعامات مفيده. اللي عنده جلطه لازم يتعمل له برايمري بي سي اي او دعامه في اول ما يجي له الجلطه. اللي عنده ضيق في الشريان الرئيسي الايسر لازم يروح جراحه عشان ما هيموت لو ما عملهاش. اللي عنده ضيق في كذا شريان بالذات لو من الاول والشرايين ينفع يتعمل لها زرع مش رفيعه ولا مفتله وعضله القلب بتاعته بتضعف، لازم نعمل له جراحه والا هيموت. لكن عنده ضيق في شريان واحد في نص الشريان او في اخر الشريان بنسبه كبيره 50-60%، مش كبيره قوي يعني، وبيقدر يعمل مجهود، ولما خد دواء اتحسن والدنيا بقت احسن ونسبه القصور قلت في المسح الذري بعد ما خد الدواء، والراجل اهو بقى كويس والدنيا حلوه، يبقى ممكن نكمل بالدواء. تكمل بالدواء ولا نرجع نعمل عمليه؟ لا كمل دواء يا عم. اعمل عمليه يا عم، انت كده على فكره ما عملتش العمليه هتيجي فجاه وتموت. لا دي العمر بدي اصحابي، بدي الاصحاب. مش القصد كده، وانت بقى بتدرس لطلبه الجيولوجيا، ها وصي عليا بقى اجي اعمل ندوه للطلبه ان شاء الله. بجد والله صحيح صيطني يعني وسط الطلبه. صيطني انت في الدقه يا استاذ. ان شاء الله. ربنا يبارك فيك، تشرفت بيك جدا وتعبناك معانا في الحلقه الجميله. نذيع الحلقه دي نفيد الناس حتى يستفيد الناس.
ليس الهدف هو الربح او الهدف هو نشر حاجه، غير هو من احياها فكانما انا احيا الناس جميعا. انا نشر العلم، مع احترامي الكامل لكل اساتذتي الجراحين واساتذه الدعامات اللي كل يوم بينقذوا الاف العيانين من جلطات في القلب لما بيعملوا قسطره اوليه او برايمري بي سي اي، مع احترامي الكامل لكل الجراحين اللي كلهم اساتذتي وبيعلموني وبيشتغلوا حالات بينقذوهم في الجراحه. لسه كنت مع اساتذه الجراحه في المؤتمر من كام يوم، استفدت من خبراتهم. ومع احترامي الكامل لدكاتره القلب اللي كتير منهم علمني النقطه دي، زي الاستاذ الدكتور محمد عيد فوزي، وقال لي ان مش كل عيان لازم يحتاج دواء، ولكن لازم يحتاج عمليه، ولكن في بعض الحالات وحسب حالته وحسب نسبه القصور وحسب نشاطه. تحياتي ليكم، كان معكم الدكتور رامي اسماعيل، في امان الله.